المهم الان دور طه. لا شارع. ها شارع ما هو عيل. شارع اهيا ما هو شارع اذا شارع. السلام عليكم. انت بتفوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين حنفعل تحدي همس مثلا ما فعلنا بالقديمة كان خيب وحزين. شنو الحين هو قريب نحن الحين كو 2019 الحين حنفعل قريب ونحن فعل حسينة. فعلوا لايك وسبسكرايب ولينا معانا كثير فيوز وسبسكرايب ومعانا كثير لايكس ورينج دي بيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله اليوم تكونوا بأتم الصحة والعافية. وانتم تشوفوا هذا الفيديو طبعا اليوم أنا طه. شوفوا فيديو اليوم بنفعل تحدي الهمس. أوكي فعلنا تحدي الهمس من قبل بس كان يعني حلو ومش حلو. فاليوم بصور واحد ثاني وإن شاء الله يعجبكم. لكن انتم شوفوا قناة اشتركوا بالقناة فقلنا قليل بنوصل 300 مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان نكون نوصل لكم فيديو جديد أنزله. واعملوا لايك هذا الفيديو وخلونا نبدا بالمقطع. يلا جاهز؟ يا yeah. المهم الان دور طه وانا بجيب له كلمه اتحدى انه يجيبها او يقولها. شارع شارع زعق شارع زعق شارع ها شارع ما هو شارع وايل. شارع ما قلت؟ قلت شارع. ها؟ شارع أهيا ما هو؟ شارع ماشي شارع. ها؟ عالفون شارع شارع إذا؟ شارع عشان المهم يا جماعة الآن دوري وعن طه هنا قال مشيش يظهر قدام الكاميرا عشان ممكن انا بلفت الكاميرا وبشوف عنه ايش يقول. يلا خلنا نبدا وهو بيقول لي كلمات يعني من هنا. ويلا يا طه قول لي كلمه. وايه ها وايه ها وايه واحد وايه ها وايه واحد وايه ها وايه ها وايه ايفون وايه يا سماحة وايه ها وايه ها وايه فاين وايه ها واير واير اللي بيقول الان بالكومنت ان يعني كنت يعني امزحتها واقول له ايش يقول. صدق صدق انه ما كنت اسمعه ويعني صوت الموسيقى كان قوي فيعني ما كنت اسمعه. فالمهم شفتوا الان ايش قلتوا؟ قلتوا ايفون وان يعني ايش دخل هذول الكلمات بالواير. المهم الان دوري وانا برويك يا طه. يلا الان اجي دوري وهذه المره الثانيه. المهم يا جماعة الآن دوري وهذه المرة الثانية بقول له يعني كلمة ثانية فشوفوا هل يعني بيقول الكلمة صح ولا لا. فيلا خلونا نبدأ. ثاني كلمة بقولها له وهي تلفزيون 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 ما هو تلفزيون ما تلفزيون تلفزيون ما هو ما قلت تلفزيون. أنا مش اسمعك. تلفزيون. زعق صوت كبير. ما لغة لنا تلفزيون. المهم طه ماشي جابها. فيلا الأب ننتقل لعند طه بنشوف هل بيجيب لي كلمة صعبة ولا لا. وطبعاً هذا طه وهو الأب بيقول لي كلمة. فيلا ابدأ. عصير. قول حاجة. عصير. عصير. عطر. عطر لا ما قلت عصير. يلا قول مرة ثانية. قول حاجة ثانية. اوكي قول حاجة. سيارة طيارة
سيارة 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 طيارة سيارة سيارة نو سيارة زياد نو سيارة ها سيارة سيارة زيارة سيارة ما قلت سيارة وأنا ما أقول مقبل قل السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله ارفع صوتك قل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قل السلام عليكم السلام عليكم أس ارفع صوتك السلام عليكم خلهم يسمعوا قل السلام عليكم السلام عليكم أيوة حبا أجينا يلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم المهم يا جماعة الآن غيرنا وجبنا حميد فالآن بلعب نحن وحميد بنشوف من بيفوز بتفوز أنت قل أيوة أنا أيوة يلا يلا. أيوة قل أيوة أنا بفوز أفوز أنا بتلوز أنت بتفوز يا ولد أنت بتلوز فخلوا الآن حميد يلبس سماعة بقول له أنا أنا أفكر إيش من كلمة بقول له صوت مرفوع صوت مرفوع يا حميد صوت مرفوع جاهز يلا يلا حميد بقول لك كلمة اوكي يلا كرسي كرسي سيارة كرسي كرسي كوس لا كرسي كرجيز كرسي كرجيز كرسي قلبي كرسي 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 بوشي المهم يا جماعة الآن بقول لكم ليش ما كملتش المقطع مع حميد حميد يعني كنت أقول له قول كرسي كان يقول يعني سبات بالإنجليزي فزي ما شفتم بالمنتقط والطير لأنه هاي سبات بالإنجليزي فلا هنا بنكمل هذا المقطع إن شاء الله عجبكم هذا المقطع اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة إذا أنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات ونشوفكم مقطع جديد إن شاء الله قول لهم باي إيه تعالى كده باي قول باي باي قول باي.